ونبتدي مع المهندسة أميرة ونعرف السادة المشاهدين إيه قصة المشاركة في مسابقة آيسف الدولية للعلوم والهندسة. أوكي، عايزة أقول في الأول بس إن هي قصة آيسف دي قصة طويلة جدا، تبناها مركز القبة السماوية العلمي، يعني وحدة البرامج التعليمية هي ترس صغير من منظومة كبيرة، هي منظومة مركز القبة السماوية العلمي، وأخذت على عاتقها من بدايات الأمور خالص المسابقات اللي على هذا المنوال. مهمتها الأساسية في المجتمع السكندري، وبعد كده بدأت تكبر المهمة دي اللي تبقى المجتمع المصري عموما. فإحنا معنا أكتر من محافظة كمان تابعة للفير اللي بتقوده محافظة اسكندرية بقيادة المكتبة. المفترض أن المسابقة دي هي أكبر مسابقة على السكيل بتاع التعليم ما قبل الجامعي، بتقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الولاية، من سنة لسنة بتتغير. السنة دي كانت في لوس أنجلوس. مصر الحمد لله حصدت العديد من الجوائز، جوائز خاصة وجوائز جراند أوردز، الجوائز الكبرى والجوائز الخاصة. دور المركز المفروض في الأول كان من أوائل المؤسسات المصرية أو الأماكن المصرية اللي تبنت مسابقة بالسكيل ده وبالكبر ده. دخلنا فيها، بدأنا نعمل مراحل تصفيات. المسابقة بتعدي بمراحل تصفيات كتيرة جدا ومهمة جدا، من أول تصفيات للطلبة على مستوى مدارسهم، بعد كده الإدارات التعليمية، بعد كده على مستوى المحافظة، بعد كده فير ما قبل النهائي، بعد كده فير النهائي بيقام في مكتبة اسكندرية مركز المؤتمرات بداخل مكتبة اسكندرية من كل سنة. وبعد كده بيتعمل للولاد كامب مهم جدا جدا بعد مراحل الفلتريشن، وخلاص الولاد جهزت وخلاص هنسافر. طيب تمام، اوكي، دول التيمز اللي هنسافر بيهم. طب هل اوكي هم كده جاهزين لمواجهه المجتمع الدولي؟ هل هم جاهزين طلبه صغيرين في السن، طلبه يكاد يكون كل طالب فيهم ما خرجش بره محافظته، يمكن ما خرجش بره الحي بتاعه، ان هو يسافر مكان زي امريكا بعدد ساعات السفر دي ويقابل السكيل الرهيب ده من المشروعات؟ انت بتتكلم في جائزه بيتصرف عليها ملايين الدولارات علشان نوصل لان هم يطلعوا افضل افكار وافضل مشاريع على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. المكتبة تبنت ان هي تعمل كامب او معسكر تدريبي مقسم على جزئين. المعسكر ده مهمته الاساسية اعداد الطالب من اكتر من اتجاه. الاتجاه النفسي، ان الولد او البنت تبقى مهيئة نفسيا لمقابلة التغيير ده، لمقابلة التحدي ده، للتعامل معاه، كيفية التعامل معاه وفقا لعاداتنا وتقاليدنا ووفقا للمعطيات اللي هتقابلها هناك، وده بعد مهم جدا. البعد التقني، البعد التكنيكال، ان احنا بنجيب دكاتره واساتذه من الجامعه بنستعين بيهم علشان يبتدوا يدعموا الولاد في الجانب الفني والجانب التقني في كل مشروع على حسب احتياجات كل مشروع. البعد الاكاديمي، الكونتنت والمحتوى العلمي اللي الولد وصل بيه للمراحل النهائيه، هل الكونتنت والمحتوى العلمي ده جاهز الان على انه يتعرض ولا محتاج شويه تظبيطات، محتاج شويه تعديلات؟ كل حاجه بتتعمل، عايزه اقول لك باللغة المصرية الدارجة، يمكن من الإبرة للصاروخ، يعني من أول، زي ما بقول لك، من أول الشخص نفسه، الشخصية نفسها، المهارات الشخصية وكمان المهارات التقنية. الله ينورك. إزاي إحنا بنغير في الكاركتر في الفترة دي لحد يمكن اللينجوستيك ريفيجن، بحيث ان هو لما يعرض حتى البورد بتاعته ويعرضها ويبقى فيها انجلش ما يقولوش ان لا دي فيها غلطة كذا او ازاي اتعرضت كذا. every single detail بنبقى مركزين فيها مع الولاد، كل تفصيله صغيره وكبيره، عشان في الاخر هم مش تيم اسكندريه، هم مش التيم بتاع محافظه كفر الشيخ، مش التيم ده بتاع فريق بيمثل مصر، ده فريق مصر. فاحنا طالعين باسم مصر، والحمد لله الحمد لله. احنا من ساعه ما اشتركنا في المسابقه بقالنا فوق ال 13 14 سنه، الحمد لله كل سنه بنحصد جوائز سواء في الجراند اورد او سبيشال اورد. ده مجهود الحقيقه كبير جدا، الشباب بقى دول.